المولد هو عجوز، امراته عجوز عقيم، نفسروها بالعلم لا يمكن. عطاه الله هذا الولد، من اللي كبر شوية ولا يتسخر معه ويخدم معه، فلما بلغ معه السعية بدأ يخدم معه، بدأ يعونه، بدأ يحفر معه بالفاس، بدأ يهز معه الحجار، بدأ يبني معه، المهم بدأ يخدم معه. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ياك ديما كتقراو هذه نتوما في القرآن، ياك عمر شي واحد فكر يتشاور مع ولده؟ القرآن فيه سيميائيات، فيه رموز، فيه أشياء خصكم تخدموا بها. إلا ما خدمتوش بها غتهلكوا، إلا ما خدمتوش بها غتمحنوا في حياتكم. وعطانا نماذج ولسيدنا نوح كي كان، سيدنا إسماعيل، سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم اللي كان طفل كيفاش كان مع أبواه، سيدنا يوسف فشنو كدار مع أبواه. خصكم تعرفوا المسائل على الأقل كيفاش تربيوا أولادكم. بعدا كاين اللي ولده ما عمرو تشاور معاه، ما عمرو ريح معاه، ما عمرو تصنط ليه. ملي كنقول للناس راه أولادكم حسن منكم كيبقاو يشوفوا، واخا عنده 10 سنين تصنط ليه، ربما يكون الرأي ديالو حسن من ديالك. علاش؟ لأن الإسلام ما فيش البلوغ. القانون الوضعي ديال نابليون فيه البلوغ، الإسلام فيه الرشد. يقدر يكون الولد راشد على 10 سنين، كاين الرشد وكاين البلوغ. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الرشد كيتكلم على الرشد. هذا إبراهيم كان فتى وبدا كيدعي القوم ديالو لله وحطم لهم. هذا خصكم تفهموا هذه القضيه، بان الاطفال حتى هما راه عندهم واحد الدور، حتى هو راه يكون الراي ديالو، ربما يكون عنده فكره، ربما يكون عنده شي حاجه ينفعك بها، ولكن لو بقيتي ساب على هذاك يخرج عليا الزنقره ما انا ما غاديش تستافد. ربما يكون ولدك عنده الراي احسن منك، ولكن غتبقى معصب انت لهذا الراي ديالك. وانا جربتها في ولادي، كاين اشقياء دابا كون سعفت ولادي فيها كان يكون احسن، ولكن ما سعفتهمش، ماشي بحجة أنني ما كنتشاورش معهم، ولكن علي خطأ، نحن نخطئ، ولكن كان ولدي الرأي ديالو أحسن مني، وهو عنده 11 عام وكان عنده رأي أحسن مني. تشاوروا مع أولادكم، لأن الأنبياء كيفاش كانوا كيتعاملوا مع أولادهم. شوف سيدنا إبراهيم كيتشاور مع ولده في الذبح ديالو، ياكل الله، كيتشاور معاه في الذبح ديالو. ثم ما كتشاوروش مع الولد حتى لا بغيتي تصبغ الدار ولا بغيتي تبرد تغسل الطوموبيل، ما كتشاورش معاه. هذا كيتشاور معاه في الذبح ديالو، قال لي اجي رانا حلمت غندبحك، اش قلتي؟ لو كان ما كانش نبي اش كان غادي يدير سيدنا ابراهيم؟ الا صدق الرؤيا كان غادي يخزن الموس ويدي سيدنا اسماعيل يتكي يذبحو ويجي، ياك؟ هذه لو كان ما كانش نبي، ولكن لانه نبي عيط على سيدنا اسماعيل، قال له البارح حلمت غندبحك، اش قلتي؟ قال له قول لي اش ندير، اش قلتي؟ اشنو الولد قال لبا؟ قال: يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. صافي كملت، المهمة كملت، قد صدقت الرؤيا. هذا قال لي: إنا كذلك مغمين وفديناه بذبح عظيم. هي فين جات هذه السنة هذه ديال الكبش؟ خاص من هذا العيد، خاص يصرف العقول ديالكم لهذه المسائل، ماشي غندبح غناكل اللحم. لك تناوي الذبح باش تاكل اللحم ما خداماش لك هذه القضيه، تذبح قربانا لله، حيوان يكون جميل متكامل، ما مريضش، ما عورش، ما محيش ليه القرن، الديل ديالو ما ناقص، الصوفه ديالو ما قرعاش، يكون ما طيحينش ليه السنان، يكون ما مشرومش من ودنه، ما يكونش عنده حتى الوسخ فمه، يكون كبش جميل جيد صحيح عالف باش تهديه لله سبحانه وتعالى، وما عنده ما يدير به. لأن الله كيقول لك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما غادي عنده ما يدير به، ما غادي ياكلها الله سبحانه، ولكن بغي يشوفك انت واش غادي تمتثل الأوامر ديال الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم اللي كان ولد هو نيت من اللي كان صغير، كان تيقول لباه أمن ما بغاش، جرى عليه بوه كان كافر آزر، جرى عليه. سيدنا إبراهيم قد يحاج به: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يغني، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. أش قال لي به آزر؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي؟ ما بغيش زعما تزيد هذا،
يعني هذا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ولا أرجمنك وهجرني مالية برا، يلا زيد عليا. سيدنا إبراهيم اللي جرى عليه بواه فين مشى؟ مشى عاد عمه، ياك مشى بات عاد عمه، عاد خاله، مشى عاد جده، مشى عاد صاحبه، لا من اللي جرى عليه بواه فين مشى؟ عاد الله. قال إني ذاهب إلى ربي. هيجري عليك باك في الخلا والقفار ديال شي في جزيرة العرب في الجبال، في غدي في غتعطيها. قال لي غنمشي عبد الله. قال إني ذاهب إلى ربي. والله سبحانه فوهبنا له غلاما، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا سيدنا إسماعيل. هذا سبحان الله، هذا الشيء اللي خاصك هو سيدنا إبراهيم اللي كان طفل شوف شنو وقع عليه مع بواه، وهو ملي ولا أب شوف شنو وقع عليه مع ولده مع سيدنا إسماعيل. شوف يعني الامور كيدير ملي سيدنا ابراهيم حماو ليه هذيك الزوبيه ديال النار غادي يرميو فيها وفتى. القران يقول فتى. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا ابراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوا من كانوا ينطق. بغى يوريهم الحجه من عندهم. شو طفل فتى، القران تيقول فتى، ولكن مع ذلك راجعوا فنكسوا على رؤوسهم. هذو القوم ديالو أحماوا له الزوبية بغا يرميه فيها. الملائكة صدعوا السماء، ملائكة الرحمن صدعوا السماء كي طلعوا يا ربي إبراهيم سيموت ولن تعبد. الله كيقول لهم خليوني مني لإبراهيم. كيهبطوا عند إبراهيم تيقول لي إن الله ينتظر. قول اش بغيتي، بغيتي يقلبها يقلبها. اش كيقول لهم إبراهيم؟ حتى الدعاء ما داروش، حتى الدعاء ما داروش سيدنا إبراهيم. شوف الإيمان فين وصل، الإيمان وصل عبد الله صافي. قال لهم إن علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. قال لهم الله راه عارفني غنتحرق، علاش غنقول له يا ربي شتي؟ قال لهم بحال غردو ما عارفش. قال لهم إن علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، راه عارفني غنتحرق. عاد الله سبحانه وتعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما هاد على إبراهيم. شوف يعني هاد الحوايج اللي خصكم تستحضروا يوم العيد. عاد تبقى المسائل السنن الكونية، كاين سنن شرعية وكاين سنن كونية. السنن الكونية ما كتمشيش بلا السنن الشرعية، لا يمكن السنن الكونية ما تمشيش بلا السنن الشرعية. الله سبحانه وتعالى بغى يعرفكم بالقوة ديال الجسم ديالكم، بغير الله بغى يوريكم راكم أقوياء وانتم ما بغيتوش تكونوا أقوياء، بغيتوا تكونوا خوافة. بجوج الحوايج، الحاجة الأولى صومكم 30 يوم باش يوريوكم أن الجوع ما يقتلش، ومع ذلك تبقوا خايفين من الماكلة. عاد فيق الماكلة، تدخل مع 12 الماكلة، تجمع العشية الماكلة، والمرة لما حطتش الماكلة تجري عليها. ما. الله بغى يوريكم راكم أقوياء، الجسم ديالكم ما محتاجش الأكل. تيقول لك أنت كتصوم شوف مطر لك والو. خصك تعلم أن الأكل ماشي أصلي، أن الأكل غريزة، أن الأكل يفسد العبادة. ملي ما كتاكلش تسمو، ملي كتاكل كتهبط للأرض. علاش؟ ملي ما كتاكلش كتقرب للملك، ملي كتعلف ماشي كتاكل. هادشي اللي كنديرو حنا، راه ما كناكلوش يا إخواني، راه حنا كنعلفو. ملي كنعلفو كي تنوليو إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. علاش سبنا بالأنعام؟ علاش ما سبناش بالحيوانات الأخرين؟ انتم اولاد المدينه ما كتعرفوش العربيه، المهم في العربيه كيتفهم هادشي احسن. انتم ما كتعرفوش العربيه، انتم اولاد المدينه زدتوا في المدينه ما تتعرفوش لا حمير لا بقر لا والو. ياك الانعام هي الحيوانات اللي عندها اربعه المعدات اللي ما كتزقاش من الماكله 24 على 24. البقر كيضل سارح وكيحطوا له الربيع يبات عليه 24 على 24. جميع الحيوانات تستريح بما في ذلك القطط والكلاب، الا شبعوا كينعسوا. حتى الدجاج كيرتاح من الماكلة. الأنعام ما كترتاش من الماكلة 24 ساعة على 24. ولذلك كثرة الأكل كاين عند حيوان واحد هو الأنعام. علاش؟ لأنهم كيسمنوا، كيسمنوا باش ناكلوهم، خاصهم ياكلوا، خلقهم الله ياكلوا. وحنا ملي كناكلوا بزاف كيشبهنا الله بالأنعام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سورة محمد، سورة الأحقاف. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الله كيعلم الشخصية المسلمة تكون قوية بالصيام
وكيعلم تكون قوية بالذبح. ملي كتذبح البهيمة كتولي قوي وفي نفس الوقت كتولي حنين. الناس اللي كيذبحوا كيوليو حنان كيبكيو، الناس اللي ما كيذبحوش ما كيبكيوش. الدول الغربية ما كيبكيوش، ما كيبقاش فيهم الإنسان. لكن المسلمين كيذبحوا سبحان الله، عملية الذبح رغم ما فيها السكين والدم فهي تقوي الشخصية، الشخص كيولي قوي. ما ترخاوش مع الحيوان ملي تبغوا تذبحوها، ما ترخاوش الله يرضي عليكم، شد الموس بقوة وشد الحولي مزيان وضرب ضربة صحيحة. مابقاش بحال هذا باغي تذبح دجاجة ولا باغي تقطع خيط ولا شي. خصك تكون قوي ملي تبغي تذبحها، خصك تكون قوي. إلا ما قدرتيش على الذبيحة حضر الذبيحة، يذبح لك واحد ولكن تحضر أنت. كيعلمنا تقوية الشخصية كتولي قوية بالذبح، بعملية الذبح. وسبحان الله عملية الذبح رغم فيها السكين والدم ما يقدر حتى شي طبيب يحلل هذه من الناحية النفسية. أول تحليل هو هذا اللي عطيت، أول تحليل دابا درته في الانترنت، عاد العلماء الآخرين شدوه دابا راهم كيقولوه للناس. وكاين تجارب عاد تحليلات بعد الناس حلوها في دول غربية ما كيذبحوش، ولقاو بأن بالصح أن عملية الذبح كتعلم الحنان. كاين اللي كيلقى العكس، تقول لك ناري غادي يذبح بالسكين وغادي يولي خايف وغادي يولي قتل. أبدا، اللي كيذبح الحيوان لا يمكن يذبح الإنسان، من المستحيل. كيعلم الحنان وكيولي قلبه فيه رأفة الداخل ما شاء الله، والشخصية ديالو في نفس الوقت كتقوى. الأمة التي تذبح هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمم الأخرى لا تذبح، الأمم الأخرى تصعق بالتيار الكهربائي، الأمم الأخرى عرفتوا التور باش كيقتلوه، الغنم والخنزير كيديروا لهم الضو في ودنيهم، والتور والحصان حيت كيذبحوا الخيل، التور والحصان كيقتلوهم بالمطرقة بالماتادور، بالماتادور ماسة كيضربوه الراس وتيموت. وهادو هما اللي كيقول لك حنا كنعذبوا الحيوان، وهما عندهم الرفق بالحيوان، ما كيحسش بالألم. كيدير واحد لوتد فيه تقريبا 30 سنتيم 40 سنتيم، الماتادور، الماتادور فيه 40 سنتيمتر، وكي إما كيكون ديال الضو كيخرج من الحيط كيدخل في الراس ديال التور كيطيح، إما كيضربوه بالماسة كيضربوه بالماسة يدخل في الراس ديال التور، إما بيستولي كيقتلوه بالفردي. غريب، احنا اللي كنعذبوا الحيوان وهما كيرفقوا بالحيوان. غريب والله، يا امر غريب، يعني العالم غادي باللور سبحان الله هكذا. ولكن حتى شي واحد ما تطرق لهذه القضيه، وحتى شي واحد ما تكلم عليها. طبعا ما يقدرش يتكلم علينا، علوم شويه، علوم شويه المستوى ديالها مرتفع. ملي جينا نسجلوا الالم، حيت كاين واحد الاله كتسجل الاحساس بالالم، ملي جينا نسجلوا الالم عند الحيوان اللي كنذبحوه بالطريقه الاسلاميه لقينا صفر. الاحساس بالالم ما كاينش. ملي جينا نشوفوا الاحساس بالالم عند الصعق الكهربائي لقينا واحد البيك طالع، لقينا اقصى ما يمكن في الاحساس بالالم. غريب، هذه مسجل، كان واحد لاباراي، واحد الاله كتسجل هذاك الاحساس بالالم، بحال التسجيل ديال القلب اللي كديروا نتوما، من القلب ملي كيطلب منكم الطبيب ديروا التخطيط ديال القلب. كاين هذا التخطيط، درنا الحيوان اللي كيتضرب بالمطرقه والحيوان اللي كيتصعق، لقينا اقصى ما يمكن في الاحساس بالالم. هذه حجه علميه، حجة علمية، ماشي قليل يقول لك أنتم حيت عندكم الإسلام. هذا نعم عندنا الإسلام، نعم عندنا الدين نفتخر به، نعم عندنا الإسلام يحفظنا من 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 المصائب، وعندنا عقيدة تحفظنا من الحرام، لأن الحرام كله أداة. علاش؟ للعلة، العلماء كيدخلوا العلة، علاش الله حرم عليك الخمر؟ طبعا فيها علة، طبعا فيها علة، علاش؟ لأن تذهب بالعقل وتؤدي بسرطان الكبد، ماشي سرطان الكبد. اللي كيشربوا الخمر عندهم كل شيء الأعضاء ديالهم مضروبة، واللي كيدخنوا عندهم جميع الوظائف ناقصه. هذا اللي كيشرب غير السيجاره، اللي كيدخن عنده العظم مقيوس والكبده مقيوسه والقلب مقيوس والمخ مقيوس والسنان غادي تخلخلوا وما يبقاش يسمع مزيان، غادي يتوتروا عيني حمراء، كل شيء عنده مشى. يعني طبعا الله سبحانه وتعالى كيحرم حرم الخبائث، وهذا هو النص الاصلي في التحريم. النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، اش غادي يدير؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إزرهم الأغلال التي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل ما هو خبيث حرام، كل ما هو طيب حلال. ولذلك قلت أن السنن كونية كتمشي مع السنن الشرعية. إذا كان خطأ، إذا كان خلل، إذا شي حاجة ماشي هي هذيك
الخطأ في السنن الكونية ماشي في السنن الشرعية. شي حاجة ما عرفناش نديروها. السنن الشرعية لا يمكن يكون فيها خطأ، السنن الكونية ممكن يكون خطأ، بمعنى أن القرآن حقيقة مطلقة لا يخطئ طبعا، لا يؤمن حاشا من عند الله. العلوم كلها تحتمل الخطأ، اللي كان صحيح في الثمانينات دابا ولا خطأ، واللي كان صحيح في السبعينات ولا